بحث ممثل المعارضة الإيرانية كيفية التعامل مع النظام الإيراني القائم والممارسات الدكتاتورية التي يقوم بها على شعبه، بالإضافة إلى التهديدات والخطورة التي يصدرها النظام إلى الخارج، خاصة بعد تدخله في الشرق الأوسط، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة موقف الإدارة الأمريكية من السياسة الإيرانية الحالية. وأشار مشاركون بالمؤتمر إلى أن الإدارة الأمريكية يجدر بها أن تركز على فشل النظام الإيراني وفساده بشكل عام الذي يعاني منه الشعب الإيراني نفسه، فضلا عن التركيز على الخطورة التي يشكلها هذا النظام على السياسة الأمريكية، مشيرين إلى ضرورة وقف دعم المشروع الإيراني النووي على خلفية الخروقات التي مارسها الجانب الإيراني بعد أن عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الكونغرس. كما تطرقت المعارضة الإيرانية إلى بحث سبل التخلص من النظام الإيراني الذي يقبع عدد من أبناء شعبه في السجن في إطار الممارسات الدكتاتورية من النظام على شعبه.